كي الامانه وتاك الامانه اخلاق وزينه اخلاق ولد الناس عمر دار راه نسيبنا تقريبا ديك 5 سنين ولا 4 سنين راه نسيبنا ما كاينش ولا الرمل تيمشي عندنا وتيجي عادي 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 راه خدم معايا سيدي معايا وراه سيدي وحنا بيوم الله ويا محمد السادس يدير لنا العدل ويدير لنا الحق العدل الناس اللي عندو على السيدي مات هذا غدا غنموت انا غادي يموت الاخر راه كاين اللي كيسمع العاده وما يخرجش الروح هادي الروح هادي ما يبغي حد يشهد الروح خطيره معنا اخوان الروح خطيره كلها كتخاف على راسها وحنا في يوم الله ايامكم اسيدي انا في يوم الله ايامكم ضيعوا ود عمي ضيعوه وقتلوه الشريفه تقدر عاودي لنا من الاول شنو وقع؟ اش غنعاودكم اسيدي انا عمي لقيتهم قتل في العشيه من مور العصر اللور حنا كنخدموا انا كنقعد على يوم الحد واليوم الحد غديت عند واحد الناس في الضيفه وملي جيت حتى لمور العصر لقيت ولدي عاد جا من الخدمه يخدم مع الناس في الليمون وملي جا لقيتهم مع مراتي قلت غنمشي نغوت على ولد عمي يجي يشرب معايا اتاي في هاد العشيه يدير معايا كتكرات ملي جيت تندخل انا وولدي كنحلنا البيبان قصنا البيبان بيدينا ملي لحقنا بحال ما شوف سيدي كنكون غطي بالمعنطه مغمرينا بالمعنطه جديده ديال مازافي كنقعد عليها يا احمد ها يا احمد وانوض المغرب هذا ما غتقعدش خلاص درت لي بحال ما هكا تلقى ولد عمي مشى خصهم منا والخرز حدي ما كنت فيه ميت ضروب ميت والدم هبطوا في الوساده راه هنا ما باقي ادخل دابا وشوف كي داير هذيك الحاله ديالو شوف الحاله اللي كنعاود لك انا واش غتلقى ولا ما غتلقاش لقيته درت لي بحال هكا بالمنيه طلعت معايا الريحه ديال الخرز ديال البشر وليت قلبت عليه بحال المنيه وخرجت نقيه تنغوت العاده ما قدرت واحد يقول لك الا قلت لك انا سمعت العاده وغنمشي فيها قال لك الاخر سمعت العاده وغيمشي فيها اللهم سيدي تقدر هذا كتشوف واش هاد السيد حاط وحده في الغابه واش حاط شي بلاصه وحنا في يوم الله ايامكم اليوم هاد الروح طاحت غدا غطيح وحده اخرى وحنا بغينا العد بغينا هاد المجرمين يتلقطوا ما يبقاوش هما لو بقات هاد الحاله راه كلشي غيضيع الدرويش داه بحقه ما عنده كتاف ما عنده رجال اللي يدافعوا عليه كاين عبد الله سبحانه وهو دابا ملي جيتي عنده لقيتي السيد طايح ميت ومغطي قاتلينو مغطيينو بالمنطق كان صحاب لي انا عين ناعس من قعدت عليه المنطق بحال ما هكت تنشوف الدم وضربوا لنا الدم والريحه طلعت معايا ما وعيش بقات تقيه مشت لا منطات ما شت شي حاجه ودابا حنا في يوم الله ايامكم حنا في يوم الله ايامكم حنا في يوم الله ايامكم شنو كطالبي لالا دابا؟ تنطالبوا الحقوق ديال هاد الناس ما يضيعش ولد عمي ما يغصبوهش في صحته في شبابه ما غصبوه خلوا له مرته حامله وبنيته صغيره وبنيته مرا كبيره حنا في يوم الله ايامكم سيدي حنا في يوم الله ايامكم ويوم محمد السادس يحكم بالعدل ويحكم بالحق هادشي اللي كنطلبوا حنا هاد البلاصه اش سميتها؟ سميت هاد الدوار هذا الدوار ديالكم ولاد عبد الله الرميليه ولاد عبد الله الرميليه الرميليه منطقه قصيبيه دوار اقليم هذا؟ اقليم قصيبيه اقليم قصيبيه لا اقليم قصيبيه سيدي سليمان هذا كاين سيدي سليمان سيدي سليمان سيدي سليمان نعم سيدي الشريف انا ولد عم ديالو نعم دوار ولد عبد الله دوار زيد شوي هنا زيد شوي هنا زيد شوي هنا هنا ها زيد نعم زيد شوي هنا حسب دري ولد عمي راه قتلوه ولد عمي دائيا ولد عمو وما عرفناش حنا شنو السبب اللي قتلوه دري راجل داخل سوق راسو طفيل طفله مراه راجل تقول له احمد يقول لك لا عمره دار ما عمرو دار العيب مع شي واحد كاع ولكن هذا القتل ديالو ما عرفناش السبب ديالو منين ما عندوش شي عداوه مع شي واحد ما كاينش دابا ملي جيتو عنده هنايا لقيتوه ميت لقيناه ميت ولقيتو الدريه اختي اللي كتهضر معاك راه اختي لقيتو مغطي يعني الوليد الاخت ديالو جات نهار الجمعه دات جده خلاته بوحدو يعني مرتو مشات لقنيطره خلاته بوحدو نهار الجمعه في الصباح في العشيه خلاوه هنايا تيصوني لواحد الدري صاحبه في التليفون ما تيجاوبش اليوم جات بنت عمو هي ديك اللي كتصرح لكم قبيله دخلات لقاتو ميت ومضروب الراس عيطت السلطه السلطه ترجعت حنا كنبغينا ندخلوا نشوفوا الضربه وهذا ما خلاوناش ندخلوا منعونا داكشي باش اتصلنا بكم جيبوا باش بغينا علاج السلطه باش تاخذ الحق ديال هذا السيد ما عنده خوه ما والو واش كتظهر شي واحد الله سبحانه ما كاينش حتى في واحد ما عندوش اعداء ما عندوش واحد ما عندوش اعداء ما عنده لا اعداء تيعرف على العمل الدار ديالو هادشي اللي كيعرف ما كيتعرف حتى شي حاجه اخرى ما تيمشي للقهوه ما تيمشي حتى شي بلاصه عنده ولاد عنده شي حاجه عنده بنيه ومرته حامله غير هو والام ديالو والمراه
والبنيه ديك الصغيره هما اللي كاينين. في اللحظه اللي وقع فيها الشبه كان حتى واحد الدار ما كان معاه حتى شي واحد، كان غير بوحدو مرتو كانت في قنيطره والام ديالو. خرجنا نهار الجمعه دينا هاد تفوج عندنا شويه اللي في سليمان واليوم جاتنا الخبر بان قال لك راه ميت. ملي جينا كنسولو شنو كاين شنو كاين قال لك راه مضروب الراس. شكون اللي لقاه؟ جات بنت عمو اللي كان درت لكم التصريح قبيله، هي اللي دخلت عليها للدار، هي اللي كتديرها هي وياه. حقاش حتى شي واحد ما كيزعم يدخل عنده للدار ولا الا بنت عمو هي اللي كتدخل عند. دخلت عنده لقات اميات مضروب الراس وخانت على الريحه. يعني واش الجمعه في العشيه بقات له؟ جا لدارك ما كيبقاش جا في البلاصه. المهم انا جي فاش جيت هنايا مع شي سبعه وشي حاجه لقيت دارك لقيت كلشي هنايا. فاش بغيت ندخل منعوني ما خلاونيش ندخل. انا بغيت الحق ديال هذا السيد خالي يبان اقرب وقت. السلطه دير التحريه ديالها احسن على ما يرام. في هذا الوقت هذا بغيت. باش يتمكنوا بانهم يتمكنوا من هذا الفاعل. هذه الجريمه اللي وقعت في هذا الدوار ديال ولاد عبد الله. ولاد عبد الله. المهم دوار جيرات ولاد عبد الله ديالهم راه باقي كلشي كيديروا. احكي لنا عاود لنا كيفاش القصه كيفاش توقعت. القصه ديالو هو الاخ ديالي راه جات اختي هنايا عنده باش يمكن يعني وعارفه مراته ما كاينش وحنا الدار ديالنا هي قريبه ليه. الدريه اختي هذيك كتجي تديه ياكل يشرب معنا حنا عادي مربيين في دار وحده مرحله وحده ما كاينش شي حاجه بحال خونا بحال خوتو. ملي جات لقاتهم مضروب مقتول مغطي بملايا وصافي بحال اللي انا لقيتو لقاو مغطي بالملايا والدم في وجهه وفي راسه قاتلينه. ما عرفناش هذا السيد اللي قتلو شكون هو. ما عرفتوش شكون بالضبط. ما عرفناش هو ما عندوش شي عداوه هنا مع شي واحد في الدوار هنايا نعني وقريب. كلشي تسول له سي عبد الله كلشي كيعرف. اللي سولتي عليه محبوب عندك كلشي. اللي سولتي عليه عزيز هنايا في الدوار هذا ما كاينش اللي قرب ليه ما كاينش تدارت مع حد ما كيدير حتى ما شي واحد. ما تيعرف الخدمه الدار كلشي الدوار كيعرفوا هنا. قول له هذاك قول هيك مين من مش بيضه مين حين ملكه. قلت له ما كانش خدام اليوم ولا شنو؟ اليوم واش كان خدام ولا ما كانش خدام؟ يعني خدام ما كاينش اللي عرفها واش وقعت البارح ولا بريحه الاولى ولا بريحه الاولتين. يعني حتى الساعه ما عرفتوش. حتى الان ما عرفناش واش الخميس واش الجوجه ديالو ما كانش. الجوجه ديالو يلاه جات دابا. شحال جات؟ ما كانش. يلاه جات حنا ما عرفناش شحال هذه باش ميت واش يومين واش نهار واش ثلاث ايام. كبيره راه عندها 90 عام ولا 80 عام. اللي جات دابا هنا عنده يديه ندير معاه كسكرو والله ما مقتول مغطي بالليل حنا كديو ما عرفناش الباب محلول عليه وكان الباب مسدود وكان الباب ديالو مسدود يقعد تما العمر ديالو تقريبا واحد 56 56 57 حتى 54 المهم الماكسيمو ديالها تكون من 50 54. لحقاش انا بالنسبه للوليدات عنده بنت وحده. عنده بنيه وحامله. مراه حامله. ومرته حامله. بنيه فراش واحد كنعسو تنعرف الدري ود عمي ترونكيل. ما كانش عنده شي عداوه مع شي واحد. ما سمعنا عليه شي عداوه مع شي واحد ابدا. الى اليوم سمعنا احمد راه مقتول قاتلو شي واحد. هو ما عندوش الادوات ما كيعمر قهاوي ما كيعمر حتى شي بلاصه يعني واللي غادي نقول نضمأنوا فيها حنا نقولوا هذا الدابز مع شي واحد برا وجا يعني عنده هنايا ما تعرفتيش مقتول انت ما تعرفتيش مقتول. نعم اخويا في هادشي ضرب القتال ايوا اختي دخلت عنده عرات عليه تلقى الدم في وجهه وفي راسه مع باش هالدم يجي راه مضروب لقات وسادة عامره دماي الحيط الدم في الحيط الملايه مغطينه بها من عرات عليه الملايه تلقى وجهه عامر دم هو مضروب صافي اختي تفاجأت خرجت برا بدات تعيط صافي تما تجمعوا الناس القبيله عيطوا للدرك الملكي هذا هما جاو انتم بصفتكم بتسعى الحاضرين في الا ممكن تشوف لنا شكون المراه ديالو ولا حاجه ناخذوا التريحه ديالها نشوفوها كلمنا مشاهدينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا احنا البث المباشر مباشره من دوار ولاد عبد الله الرمل اقليم سيدي سليمان كما كتتابعوا معنا مشاهدينا الكرام. وي وي جات الام ديالو هو صافي راه جاوب ديالو نعم السلام عليكم. واش انا الوليده بخير اخويا هاني هاني تقدر تقول لنا شنو الواقع؟ خويا حنا ما عارفين والو حنا عيطوا لينا اليوم مع المغرب مع المغرب جانا الخبر ما عرفنا والو ما قلناش لنا والو عرفنا والو
طلبوا الله ياخذ حق. طلبوا الله ياخذ الحق. يعني الله ياخذ الحق. ملي جيتوا دابا وتواصلتوا مع الناس ديال الدرك الملكي وجاو عندكم هنايا، لا واش لقيتوا يعني السيد ملي دخلتوا عنده؟ ما دخلتوش عنده، يعني يلاه وصلتوا انتوما. يلاه وصلتوا. يلاه وصلنا. نعم. يلاه وصلنا 10 دقائق. نعم. ما عندنا لا والو. شنو كتجي؟ انا نسيبو. 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 الله اعلم. الله اعلم. لا لا مرتو هذه المراه ديالو. هذه المراه ديالو. واش بغا يعدي شويه؟ سمعنا بانك ما كنتيش هنا. واني ما كنتش عيانه شويه. عيانه. نعم. وراني عيانه ها خويا. واه خويا. وراني مريضه وكنت في دارنا. عنده شي عداوه مع شي واحد؟ عنده شي واحد. وما عدو تا مع واحد. وما عمرو جمع مع الناس. وما عمرو غير مع الناس شي حاجه. ما كنتيش انت هنا؟ وعامل حالو وتايش هنا؟ كنت مسافره. كانت في الدار. مسافره. كنت مسافره في داركم. في داركم. دارنا. تتصلوا بك. تتصلوا بك. الله عيطوا لي وكان بوحدو. الله اعلم. ما خلات مع امو. لا على حسب منين جيتي المعلومات اللي قال لكم واش قال كان خارج كان ثلاث ايام ما شافش. ما باقي ما وصلت لنا حتى شي حاجه. من الدوار من الجيران. باقي الدوار حنا باقي ما استشرنا. يلا وصلوا. يلا وصلنا دابا. يلا وصلنا دابا مشيتوا لنا ساعه ونص. ساعه ونص. وعلى ما هو كيخدم هذه مراته هذه مراته وهذا حنا نساوي يعني مرتو خلالي ها الطفلات ديالها خلالي وشاهدين لك كما شاهدتوا معنا انها عندها نية صغير دري صغار منه مشاهدينا الكرام كيف ما كتابعوا معنا احنا واحد الجريمه القتل اللي وقعت بين الدوار ديال ولاد عبد الله اقليم سيدي سليمان كيف ما كتابعوا معنا دائما كنلقاو رجال الدرك الملكي حاضرين القوات المساعدة حتى الجيران كما كتشاهدوا متابعي الكرام لحظة الخروج ديال الجثة بعد قليل تابعوا معنا على الجريدة 36 على المباشر اخواني المتابعين سي محسن تقدر تزيد تقول لنا وتحكي لنا اكثر على الجريمة هذه يعرفوها هذا انا نهار الجمعه جات الوالده ديالي بدات جده الجمعه خلينا على خير وبخير على خير وبخير مرتو اصلا مشات للقنيطره عيانه شويه راك عام حامله وجده مراه كبيره يعني ما تقدرش تقوم بهذيك المراه عندها 70 عام جده او 80 عام يعني ما تقدرش تقوم قالت للراجل انا نمشي عند الوالده ديالي ليه نفوش شويه لان حامله وما عندها تربيه عاوتاني بنيه حنا جينا عاوتاني دينا جدد عاوتاني تفوج عندنا شويه بقى غير هو بوحدو راه يعني تنقولوا حنا قايم بالواجب ديالو المهم ديالو سميتو العامل يجي يطيب الراس وكذا داك الشيء عادي واليوم كيجينا خويا خبر في عشيه بان هذاك السيد راه توفى نجي تنسول السلطه هنا قال لك راه مضروب ماشي باش اتصلت عليكم باش ناخذوا حتى حنا الاجراءات ديالنا وانا نعرفوا الحقيقه شكون هذا الخاين اللي قتلو علاش يقصفوها في حياته علاش يلاه بادي هو يلا قال بسم الله يلا يعني عنده بنيه عنده بنيه صغيره والمراه ديالو حامله يلا حامله يلا قال بسم الله مشاهدينا الكرام كما تتابعوا معنا احنا على البث المباشر كان نتسناو خروج ديال الجثه في هذه الاثناء اخواني المتتبعين الكرام احنا مباشره من البلاصه ديال هذه دوار جيلات ولاد عبد الله اقليم ولاد عبد الله سيدي سليمان اقليم سيدي سليمان نعم هذا ما شاء الله الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق حنا اليوم كنطلبوا من السلطات ومن دارك الملكي ومن سيدنا الله ينصرو يعطي لهذا السيد حقه راه انسان درويش ضعيف ما داخل سوق راسه ما عنده سوى الله سبحانه علاش غصبوه بحياته علاش عاد قيل بسم الله في الدنيا ودير بنيه ومراته عاد حامله وباقي انسان ما عرفناش شنو السبب ديالو علاش غصبوه علاش قتلوه نعم ما عرفناش الله ياخذ يوم الحق طلبوا من الله وجلالة الملك يعطيه حقه كنتمنى انه رجال الدرك الملكي حتى هما يديروا يقوموا بالواجب ديالهم وان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله تحل هذا اللغز هذا نطلبوا من الله ومن جلاله الملك ومن السلطه المحليه ودرك الملكي والناس مسؤولين يعطيوا حقه هذا الانسان درويش اش بغاو عنده تدخلوا عليه لدارو وقتلوه علاش اليوم قتلوه هو غدا يدخل واحد اخر يقتلوه احنا مازال ما كاينش النتائج مازال كاين شي نتيجه ما عرفناش حنايا شكون اختي اللي جات عنده هنا نتيجه مازال ما عرفش واش جريمه قتل واش لا مقتول صاحبي وشوف الاجهزه والناس ديال الدرك الملكي هما اللي نعم شوف اسمح لي
ان شاء الله يكون واحد التشريح، يكون واحد التشريح معاها للدار هنا. راه دارنا ها هي، نعم راه عندها 10 متر ولا 15 متر. نعم. دارنا. نعم. باش يمكن لها تديه جمل العمل، ديرها يدير كاسكروت تلقى الدري مقصور مغطي. يعني خرجت من الدار من هنا جات لعنده؟ اه لا، هي كانت في الدار هنا، كان عندهم شي فرح ولا شنو، تغدات عندهم عرضنا عليها هي انا بواحد 20 متر ولا هنا. ملي خرجت من عندهم قالت ندي ولد عمي معنا يدير كاسكروت، موالف معنا، موالف يتعشى معنا يتغدى معنا، ما كاينش مراتو، كلشي بالدار عندنا. هنا اختي هنايا في الدار بنتها كلشي كدير اي حاجه نعيطوا عليه، وقبل ما يكون كاع مراتو حنا ولاد عمو كنعيشوا مرحله واحده. واليوم راه جات عاد قالت لهم، قالت وقالت لهم غاطين ملايا ما عرفناش شكون، شكون مول الجريمه الله عالي وعلا ما عرفناش. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، ولا بد ما يبان الحق. نعم ولا بد ما يبان الحق ان شاء الله ضروري، ولا بد ولا بد هذه الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. الدرك الملكي والمسؤولين كاملين راه كيديروا الاجراءات ديالهم. نعم. ولا بد القتال ما يبان، يعني حتى ديال رجال الدرك الملكي والجهات تاعهم بالنسبه ل الدرك الملكي يعني واقفين دايرين الخطه القضاء الضابطه القضائيه جات هما هنايا كيديروا بانه باش يديروا التشريح. نعم حدد الساعة باش انهم يعاد يتوفقوا انهم باش يعرفوا ان شاء الله باش السيد مقتول وباش ولا بد ولا بد ان شاء الله. ولا ان شاء الله متابعينا الكرام كيف ما كتابعوا معنا احنا على المباشر من دوار ديال شنو ولاد عبد الله، ولاد عبد الله دوار جيلات ولاد عبد الله القصيبية سيدي سليمان قيادة سيدي سليمان. نعم دوار ولاد عبد الله، ولاد عبد الله جلالات جلالات اقليم سيدي سليمان، اقليم سيدي سليمان. متابعينا الكرام كيف ما كتابعوا معنا احنا على البث المباشر شوفوا شي واحد ناخذ الميكرو ناخذ شي واحد هنايا يعطينا شي تصريح من الدوار. من الدوار اي راه كاين ولاد القبيله كلشي من هنايا راه قلنا ناخذ شي تصريح. سير سير زيد عنده زيد عنده شي واحد زيد راه كلهم تعرفوا راه كنا مهم متابعينا الكرام كما كتابعوا معنا هذا راه ولد عمو تا هو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تقدر تعطينا شي تصريح لهذا ولد عمك؟ اي اخويا تعطيك تصريح ديالو مسكين دريويش. نعم. ما تيخبش ما يدبش اول شي واحد في الدوار عندنا يهولوا ولا يقيسوا ولا ابدا. نعم. وهو درويش. نعم. ما تلحق حتى واحد ما تأذي حتى واحد، واحد ما تأذيه. وحدودي من الخدمة لدارو. نعم. صراحة عرفوا عليها هادشي اللي كاين، وأنا راه نهضر معاك بصفتي ولد عمو، إما هو درويش، الصراحة هي، نعم. حنا غنموتوا، نعم. وموتوا حدا اللي كاين، بالنسبة للقبيلة ما كاينش اللي تهولوا، نعم. وهو ما يهولش القبيلة، الصراحة هي هادي، وأنتم هي تبقى العالم الله، نعم. الصراحة هي هادي يا خويا، نيشان هادشي اللي كاين تعرفوا عليه هو هادي. الامور ديال قبيلته وما هذا القبيله ديالو هادو. السلام عليكم. تم تخرج لا قهوه لا جايبينو دقيقة دقيقة أنا معك. شوفوا مشاهدينا الكرام كما كتشاهدوا في هذا الاثناء اخراج خروج الجثة اذا استودعت الوجه المأمورية سهلة. مشاهدينا الكرام كما شاهدتوا معنا خروج ديال الجثة في هذا الاثناء. متابعينا الكرام كما كتتابعوا معنا على المباشر خروج الجثة متابعينا الكرام كما كتبتوا معنا دائما كنلقاو الناس ديال قايمين الواجب. كما كتابعوا معنا الاخوان. نعم ملكه عاشوره ملكه متابعينا الكرام كما كتابعوا معنا على المباشر على الجريده كتبتي
هذه هي الاجواء ديال الساكنه الاهل ديالهم. الزوجه والام ديالو والاهل ديالو. مشاهدين كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام كما كتابعوا معنا على المباشر مباشرة من الجريمة ديال ولاد عبد الله الرميلية تابع لجماعة سيدي سليمان. هذه الزوجة ديالو كما كتشاهدوا المتابعين والأم ديالو حتى هي. يعني في وقوع حادثة الجريمة اللي وقعت هذا المنزل كيقولوا ولا زالت غامضة لحد الآن يعني بعد التشريح إن شاء الله تصدر الحقيقة. فدأتنا رجال الدرك متواجدون في المكان من أجل إتمام جميع الإجراءات اللازمة. جريمة غامضة متابعينا الكرام كل مصدوم كل دائما تلقاو رجال الدرك الملكي دائما حاضر كيف كتابعوا معنا. على المباشر كل ساكنه ديال السخت كما كتابعوا معنا هذا هي مكان وقوع الجريمه. متابعينا الكرام كما تابعتم معنا في هذه الاثناء شكرا شكرا على تتبعكم والى بث اخر ان شاء الله.